نعم. هل يسمح لي أن أسأل؟ يسأل كيف؟ واحد متزوج اثنتين، الأولى وداها بلاد وتركها وله أربعة وما شافها من 16 سنة، فهل يسمح لها أن يطلقها ولا يترك على ذمته؟ أولا نقول لهذا الزوج لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فإن كانت هي التي نشدت، يعني هي التي تقول أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة، ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة فهو آثم ولها حق أن تبعد عنه، وإن كان قائما بالواجب فليس لها الحق أن تبعد عنه، وعليها أن ترجع إلى بيتها. نعم.